السيدة جلالة الملك تعرف عارف المغرب تطور كبير في البنية التحتية ديال الملاعب ديالنا، وتنظن الثمار بدات تجنى، فتنظن بأنه في ظل تواجد فريق الفتح الرباطي في النصف النهائي والوداد البيضاوي في النهائي، وكذلك الشيء الفاصل بينه وبين تأهل كأس العالم هي نقطة واحدة، كذلك بالنسبه للاعبين المحليين تاهل سجل النهائيات بدل التواجد في الملعب ديالنا، وكما سبق لك قلتي ان تنطلب بتنظيم كاس العالم 26 تنظن ان الثمار غنجنيوها ان شاء الله، فما نسبقوش الاحداث، باقي العمل قدامنا، وتنظن بانه الشعب المغربي ولا الناس المغاربه اللي مشغولين على الشان الرياضي ولا في اي مجال، فإلى نهار كنا الا اشتغلنا ديما تتكون النتيجه. كما شرحت هذا كل المباريات ديال تشامبيونز ليغ كان عندنا استعداد في مدينه الرباط بحكم تواجد هناك ملعب ارضيه جد جيده، وكذلك تنظف الاستراحه في اللاعبين، وهذا هو الاهم اننا نتقلب على الراحه وتنقلبوش على الضغوطات، وتتعرفوا في المباراه ديال النهائي فالمفروض ان اللاعبين يعيشوا اجواء نخرجوا من الاجواء ديال الضغط وديال الشحن اللي هي موجوده في الشارع المغربي. وبالنسبه للاصابات كما عارفين الاخوه المصريين فاللاعب ونجم تصاب في المباراه، تنظن خساره كبيره بالنسبه لنا، وتيبقى انس اصبحي اللي كانت عنده اصابه خفيفه ولكن ما كاينش مع المجموعه. وبالنسبه للاصابات فكاين ونجم وانس اصبحي. تنظن بانه تلعب ضد خصم اللي هو فريق الاهلي اللي معروف على الساحه الافريقيه بالانجازات ديالو، فلهذا تنظن بان كما قلت لك 45 دقيقه انتهت، باقي الشوط الثاني اللي ممكن تغير فيه الاشياء، احنا جاهزين للمباراه مستعدين، ولكن النساء في كره القدم بالنسبه لي انا 50-50. تنظن بان المباراه كما تعرفوا المباراه ليست سهله، فريق كبير اللي هو الاهلي، وتنظن في اعتقادي بانه عامل التركيز هو الحسم في مباراه مثل هذه، وتنظن المباراه في ملعبنا امام جماهيرنا، وطالبين ان شاء الله باش ناخذوا هذا الكاس، لهذا تنظن بالعمل بالاجتهاد بالتركيز بالدعم الجماهيري بالدعم ديال الناس اللي مأزرينا، تنظن ان شاء الله قادرين باش نحققوا هذه البطوله اللي بعيده علينا هذه 25 سنه. كوتش بن محمود، واش غياب محمد ونجم عن الفريق هذا اثر حتى على فريق وداد البيضاوي، زعما ان اللاعب تمتاز مهارات كبيره وش هم مره الفرق، ومؤخرا في مباراه الاياب هو اللي جات من عنده التمريره. تنظن بانه يكذب عليك اي واحد يقول لك ونجم ما غيكونش تاثير، غياب ونجم ما غيكونش تاثير على المجموعه، ولكن تنظن فانه فريق الوداد كبر من غياب ديال لاعب واحد، لانه كل اللاعبين اللي هما متواجدين معنا مستعدين باش يديو مباراه كبيره، ففي اعتقادي هذه اقدار الله ونجم تصاب، حنا جهزنا البديل، نتمناو من الله اننا نكونوا حاضرين بدنيا وذهنيا في المباراه، فكما انتم عارفين البطوله غاليه علينا، فتنظن ان شاء الله خصنا نهديوها لونجم حتى هو يستحق هذه البطوله لانه خدم كوتش ديال الخطه اللي يقدر يعتمدها المدرب على المتردف يعني في الماتش ان شاء الله غتشوفها في الماتش ان شاء الله.